أنا هنا قلبي يضرب مليون أكثر مرة والله العظيم تعرفتوا على الوجوه بعد شوي تتعرفوا أكثر على شخصيات المشتركين بلا حاجة واحد يحكي هو انا بحكي بس مين هو هذا المد إيده على وجهه؟ مين؟ كان بيعمل مين؟ رامي أمي رامي ما حدا مسترجي يقول؟ رامي أنت محس بحالك لو كنت بموسكو جربت تعمل هيك وين بتصير؟ سيبيريا تعرف ما سيبيريا يعني؟ يعني كل هالعرض العسكري عرفت شو يعني التام هذا اللي عامل لك إيه ولا لا؟ حدا منكم فاهم فوت تايم اللي عاملينه؟ الاتحاد السوفيتي مع الحضاره تبعهم مع العسكر مع الديسيبلين تبعهم انضباطهم مع كل هال 70 سنه اللي عاشوها اللي مرقت سيطرت على العالم وانقسم العالم حواليهم هي كانت اللوحه هيك فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ سالوا عن كل شغله عم تعملوها على المسرح ما حدا يجي ما بيعرف شو يعني نحن هون فتره حاقه بنقوا لوحه تكون لها علاقه بالاتحاد السوفيتي اللي هي كتير العلاقة بالديسيبلين العلاقة بالغموض بالستار الحديدي بالعالم الثالث بكيف انقسم الكون بين ما يسمى معسكر شرقي ومعسكر غربي وهي كتير عندها نوستالجيا عند كتير من الناس اذا وهي معروف عنا بينهم وبين الصين وكوريا يعني معروف انه كل عام اذا مليون واحد بيمشوا هيك مليون واحد بتطلع اجر وبتنزل هيك شو عم تعمل انت وحدك فتح هذا كله خلص فتح سمسم نقوك وبالغلط ورجعت هون نزعت لهم اياها على الفتحه دغري قررت خلص ما تكون هيك بتعرف الساحه الحمراء بيوقفوا كل وبيزقفوا هيك تعلموا بيزقفوا بس هيك ما حدا بيصير يزقف الا اذا شافوهم عم يزقفوا هيك ممنوع حدا يزقف اكثر تخيل حالك انت عم تزقف وشافوك عم تعمل هيك 50 تحت الصفر الحراره هون ما بدها استحى يعني صارت بس مش تتعلمها
تاني مرة أنت. تبع حالي. كمان سوري عم زديك تعملكون. نعتذر ممكن. ما عندك خبرة في بعد لي. هلا بدي بلش. بنفهم عليه ويفهم علينا بعملكم سوري. اوكي. ها اول مرة. انتبه هلا. هذا مين؟ أنا. أنت؟ ما بعرف أقولك شو مكتوب. إذا أنت مش شايف فيها شو عملت؟ عدت الشاشة. هي مش منا هو الخط كان في عليه شيء خط كان موجات غريبة اكتبوا عيدكم ما حدا عارف كيف اللي فتحها هيك واللي فتحها شو هيك يعني اللي فتحها مش دغري هيك ولا هيك اسألوا دائما لجوا جوات ولا برات الايد جنبية واي ساعة بتنزل كل شيء لازم تنتبهوا له هلا بدنا نشوف مين ضرب حاله اخر يعني نحن اشكالنا يعني انا واحد منكم نحن هي عرب يعني صعب يكون عندنا انضباط هالقد قدهم شفتون هن فرقت مع غير الصلاه قديش عندهم فينا نحن هيك عفويين يعني انا منكم يعني شو عم هيك حياتنا يعني عملها مثلهم يعني هيك كان بيها مشكله موسوليني مع هتلر يعني كان يضحك على عز جيشه انه حياته يقدر يكون مثل الجيش النازي مثلا الهتلري ونحن كمان يعني هلا هجمتوا انتوا هيك نحن ضريب الطبيخ ما في شغلتنا انضباط هيك هي زيحة بمعنى زيح انتبهوا بس تتعرفوا ما كتير بيبينوا الاشياء هاي الكاميرا من فوق بالنسبة للي بيحضرك منهم ما كتير بيشوف الاشياء كمان على اللونية دائما المفروض اللي بيوقف على اليمين هو اللي بيعمل الزيح تطلعوا كلكم فيه لهالسبب واحد بده ينتبه شوي يكون ما عم بيطلع بس بيعرف انه هلا انا هون ولا لا بيطلع على مسافات معينه بعيرها يعني هذا زيح معين مثلا بقلب الكلاكسي او بالارض المعموله بعرف انه انا هلا عليها انه هلا انا وقفت هون مش معقول هداك يجي يوقف هون يعني هاي اشياء واحد يصير يحسها مع المسرح هجمنا هيك بس بيعرف منو شولز هذا مين؟ هذا مين؟ مين هذا؟ شو اسمك هيك؟ طلعت هالألمان هيك بس طيب دحر العدو خلص دحر العدو خسر خلص